المزيد ينضم الينا هاتفيا رئيس هيئه شؤون الاسرى والمحررين سياده اللواء قدري ابو بكر. ارحب بك سيد ابو بكر. اهلا وسهلا ومساء الخير. اهلا بك، مساء النور. ربما اريد منك اجابه على السؤال الذي ختمنا به التقرير، كيف لاكثر من 5000 اسير فلسطيني داخل السجون الاسرائيليه ان يحموا انفسهم السلام عليكم. من انتشار كورونا؟ يعني وضع السجون بشكل عام سيء جدا قبل كورونا، وخاصة اجت الكورونا موجتها اللي يزيد الوضع تعقيد داخل السجون. يعني كما ذكرت في تقريركم 5000 اسير في حالة اكتظاظ، في حالة ازمة، في الوقت اللي العالم كله يحاول الحد من هذا الوباء وبيحاول يعني القضاء عليه، وخاصة اتخذت اجراءات في العديد من دول العالم باطلاق سراح مئات الالاف من المعتقلين والموقوفين لديهم. اسرائيل رغم المناشدات ورغم الدعاوي لها انه تطلق سراح على الاقل سراح المرضى والمراه وكبار السن والاشبال، وكذلك الامر المحكومين اداري بدون وجه حق، لأن اسرائيل تابى ان تطلق سراح اي منهم، ولا واحد اطلق سراحه. ومع هذا حتى الاساليب تعاطيها مع هذا الوباء داخل السجون كانت يعني بشكل سلبي، لم تتعاطى بجديه مع هذه الحالات رغم تحذيرنا لهم. في الاونه الاخيره وبعد اضرابات من قبل العديد من السجون، في منهم على الطعام، في منهم احتجاجات، المقابلات مع اداره السجون ومطالبه الصليب الاحمر بضروره التدخل لحمايه الأسرة، بدأوا في الأول الأخير جزئيا يعني بتسليم بعض الكمامات للمعتقلات، نأمل أنه كملوها لبقية السجون. بدأوا برش أو تعقيم بعض الأقسام والغرف، وهذا نتيجة نضالات كنا أسرانا والضغط الشديد على إدارة السجون. ومع هذا يبقى الوضع سيء داخل السجون، لانه احنا بنحول للأسرة 400 شيكل اللي يشتروا بعض المقتنيات، وكان الاهل لما بزوروا اهاليهم الأسرة بيحولوا لهم 1000 شيكل. حاليا انقطعت الزياره من بدايه هاي الشهر الثاني. وضحت الصوره، واعتذر منك لانتهاء وقت النشره. شكرا جزيلا على هذه المداخله، رئيس هيئه شؤون الاسرى والمحررين سياده اللواء قدري ابو بكر، كنت معي عبر الهاتف من الاراضي المحتله.